احنا مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، ووصلنا لفقره الكواكب والطقس. فرح لها دزع المود اليوم. اول خبريه سمعناها هذا حتكون شتويه قاسيه، حينزل الثلج والامطار الى اخره. ما بدنا شامكم من البدايه، خلينا بالاول نبدا بالاخبار الحلوه. المشاركه السوريه بمسابقه اكتشاف الكواكب وتسميتها، بالاضافه الى ابرز ظواهر الفلك لعام 2022 مع دكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير مثل ما تفضلتوا. بالعكس، صباح الخير دائما الخير الحلو. نتفائل من تماما نتفائل، يعني الحمد لله اليوم يعني وصلنا لنسبه امطار منيحه مثل ما تفضلتي، كيف انه نحن ايضا اليوم عم نحقق انجاز جديد باكتشاف الكواكب خارج المجموعه الشمسيه، بمسابقه اكتشاف الكواكب خارج المجموعه الشمسيه. اليوم عم نحضر لهالقصه بشكل كثير كبير، ننهي فيه عام 2022 هذا العام. يعني خلينا ننهي هذا العام بشيء ايجابي. صحيح. بلكي ان شاء الله بيكون بدايه 2023 بدايات جديده على كافه الاصعده. يا رب ان شاء الله. خلينا نضل بموضوع المشاركات، نشرح عنا اكثر تسميه الكواكب، خبرنا. تمام. هلا في مسابقه عالميه، موضوع اكتشاف الكواكب صار موضوع بسيط جدا، بمعنى مو انه بسيط، انه يعني متاح صار بتلسكوباتنا بمرصدنا كسوريا، تملك ثاني اكبر تلسكوب بالوطن العربي، صار عندنا التجهيزات والامكانات لحتى نتابع الاطياف النجميه، لحتى نعرف عبور الكواكب امام نجومة، لحتى نساهم باكتشافات هذه الكواكب. سبق وكان عندنا كوكب تدمر، بس ما كنا اعضاء بالاتحاد الدولي للفلك، فكان في تصويت عالمي وعانينا كثير لحصلنا على اسم تدمر. لكن بعد منا بال2018 كان عندنا كوكب اوغاريت ونجم ابلا. بال2022 اي بعد 4 سنوات ايضا صار عندنا كوكب ونجم. هالكوكب والنجم نحن اقترحنا اسماء جديده لهم، كان في تصور انه يكون اسم الفيحاء نسبه صفه دمشق الفيحاء، والشهباء صفة حلب الشهباء. فاقترحنا هالاسمين اللي حيكونوا ان شاء الله من بين الاسماء التي ستطلق على كوكب ونجم اكتشف حديثا، ساهمنا باكتشافهم، كان لنا دور بهذا الموضوع. رح يكون هدول الاسماء اسماء رسميه يعني بيتبناها الاتحاد الدولي للفلك. طبعا نحن بنهايه عام 2022 بيتم احصاء النشاطات، بتدرس نشاطات كل دوله شو عملت، شو ساوت، شو نشاطاتها. الحمد لله كل 4 سنين بيتم تقييمها. نحن للمرة الثانية على التوالي بناخذ المركز الثاني عالميا بالنشاطات، يعني قدرنا نعمل نشاطات كثير حلوة. يمكن إذا بدنا نقول الفرحة كان بعام 2022 عندنا عدة محطات، لكن الفرحة الأكبر يلي فعلا وصلت رسالة قوية كثير أكثر مما نتخيل هو موضوع كسوف الشمس اللي حصل ب 25 تشرين الأول. هذا الكسوف ورغم يلي كان الوقت يوميتها غيوم، كان متوقع انه ما ننجح نجمع الناس، والله عدد الناس المشاركين كان فوق الخيال. وكان بنقول على مباشره للاتحاد الدولي للفلك، يعني الاتحاد عم يراقب كل الدول، كسوف كلي بروسيا، كسوف كلي بنسبه كبيره باوروبا الشماليه، اوروبا الشرقيه الى اخره، وهناك مشاركات. لكن سوريا كان في عدد كبير، رغم انه النسبه عندنا قليله كانت نسبيا يعني تتجاوز 43%، ورغم هيك كان في مشاركات عديده، الاطفال، المدارس اللي اجت، النشاطات اللي كانت مرافقه لعمليه رصد الكسوف، اعطت رساله كثير 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 قويه للاتحاد الدولي للفلك، وخلتنا ثاني دوله بالنشاطات. هلا ثاني دوله بالنشاطات بتربح جوائز. تماما. شو الجوائز؟ ربحنا تلسكوبات، ربحنا كاميرات، ربحنا اجهزه رصديه، ربحنا الاطفال العاب للاطفال، ربحنا اذا بدي اتخيل يعني علب 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 كثير من الامور الداعمه لنشاطات الجمعيه. لكن وين المفارقه بقى؟ انه كل هدول ما وصلنا للاسف الشديد. لانه للاسف الشديد تخيل العقوبات شملت هذا الموضوع. تخيل يعني قديش نحن احبطنا، يعني وحتى خلينا نحكيها بصراحه، اعضاء الاتحاد الدولي للفلك كثير متفاهمين وكثير متعاونين معنا، انه انتم ربحتوا 4 تلسكوبات لهلا. تلسكوب نحن عم نحكي بشيء راقي، جهاز راقي، جهاز غالي، جهاز مهم، جهاز بعض منه موقع من رواد الفضاء، يعني مو بس جهاز للرصد، لا هو جهاز ذو قيمه ماديه ومعنويه. لكن عقوبات فعلا نحن كثير عانينا منها، فعلا ظالمين. نحن شو ذنبنا يعني انه يمنعوا عنا التلسكوبات؟ شغلات علميه، ما في شحن، ما فينا نبعث لسوريا، نعتذر منكم. اخر مره للاسف هلا من كم يوم عم يطلبوا منا بمحبه انه لا عاد تشاركوا، لانه عم تربحوا، ولما عم تربحوا الجوائز، لما عم تربحوا الجوائز ما فينا نبعث لكم اياها.
للاسف الشديد تخيلوا لوين. فالحمد لله للمره الثانيه على التوالي طبعا احنا شاركنا ورحنا مزكة يعني هم بالاسم يعني موجود تمام ورحنا هذول حقنا موجودين عندهم لحتى ان شاء الله تتحسن الامور بيبعثوا لنا اياهم لكن موجودين هذا حقنا لكن للاسف لوين تخيلوا انتم يعني انا بس بدي اعطي تصور لكم وللمشاهد الكريم لوين العقوبات وصلت لوين الظلم وصل انه جمعيه علميه العاب للاطفال تماما منعت يعني لوين يعني شو عم يفكروا وين عم يروحوا يعني رغم كل هي الظروف هذا الحصار اللي نحن عم نحكي عنه الإشحاف الحقيقي يعني لما دولة بتربح بأمور بتعلق بالأمور العلمية من تلسكوبات وألعاب وغيرها فقديه هي فيه حالة ظلم حقيقي نحن ما نحصل عليها بغض النظر عن هذا الموضوع لما بنحكي عن سوريا شاركت وربحت رغم الظروف ورغم الحصار شرف المشاركة وشرف التحدي وربح المسابقة بحد ذاته شو بيعني اليوم؟ يا شو بيعني؟ يعني احنا لما يعني هي فرحتنا بصراحة نحن فرحتنا انه انتو عم تشاركوا بظروف مثالية تمام. نحن عم نشارك بظروف صعبة جدا بسوريا ما حدا بيقدر ينكر شو عم يعمل الحصار عنا فعم نشارك بظروف يمكن كتير معقدة يعني حتى لما نحن مثلا عم نعمل اجتماعات عم نطلع على الزوم الكهرباء تطفي منفرجيهم كيف يعني بكل وضوح وبكل صراحة هن عم يعيشوا حياة رفاهية عالية كل شيء مأمن لهم كل شيء متاح مو بظروف صعبة نحن رغم الظروف الصعبة وعم نقدر نحقق إنجازات اكثر من الشيء يعني حققوه هن يعني انه سوريا من بين 91 دوله تاخذ المركز الثاني لاربع سنوات يعني شيء كثير انجاز فنحن هاي سعادتنا بصراحه لما تعلن ويعلن النشاطات ونسبه وما في هون يعني عدم المؤاخذه والله نحن عم نجاري سوريا لا 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 ما في هون شيء رسمي شيء قانوني في شيء عم يظهر للكل قديش النشاطات قديش النسبه قديش المشاركين كله واضح للكل فلما عم نكون برغم الظروف الصعبه عم يتفاجئوا يعني شاركنا بإيطاليا كمان بما أنه عم نحكي عن 2022 لما شاركنا بإيطاليا وعرضنا الإنجازات الجمعية وساوينا النشاطات اللي منساويها نحن بسوريا عملنا ليلة رصد عامة بإيطاليا أنه بكل مشارك بده يحكي بلغته بثقافته بتراثه عن النجوم والكوكبات فالإيطاليين حكوا الأوروبيين حكوا الأمريكان الروس كل دولة حكت بتراثها لما حكينا نحن وحكينا قصصنا العربية وحكينا القصص التراثية والله الناس اللي التمت حتى هن يتفاجئوا صاروا هن يستمعوا لنا يعني يتفاجئوا أنه كيف نحن قادرين نبسط المعلومة نرسم البسمة مو بس معلومة لا مع بسمة مع فقرة مضحكة يعني أنه شيء خفيف مو معلومة قاسية يعني عم سمع بطلاب المدرسة ومعي ورقة وقاعد عم سمعها وعم بشوف شطارتي بالقراءة لا 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 أبدا في روح هي الروح نحن اللي عنا إياها ما بملكوها الروح خلينا نسميها المقاومة يعني مهما كانت الظروف نحن روحنا حلوة نحن بنعمل من أي مشكلة شيء للبسمة ما تفضلتوا بالبداية كنا عم نحكي عن البرد والأمطار وكذا رغم الظروف الصعبة رغم أنه هذا الشيء مزعج لكن حولناها لبسمة حولناها لضحكة حولناها لأسلوب ما للتعامل مع هالمشكلة إذا بدنا نفكر مثل ما بفكروا هنين ويا الله وبرد ويا الله شلون نجيب مازوت ويا الله الكهرباء مقطوعة بدنا نموت جلطات لا خلونا ناخذها هيك في ارتفاع نسبة الجلطات فخلونا ناخذها بتفاؤل فهذا الإنجاز اللي حققناه على سيرة التفاؤل والإيجابية مرة من المرات الدكتور خبرنا أنه كان في صور أنتم مقدمينها أخذت المركز الأول كانت بحاجة أنه يكون في عتمة كتير صحيح لحتى تكون يعني صافية كتير وتبين التفاصيل فسوريا أخذت المركز الأول صحيح. لأنه كانت العتمة طبيعية تماما ولا في كان مسابقة كمان من كم يوم عن موضوع التلوث الضوئي فلما صور من الأقمار الصناعية فكانت سوريا أنظف دولة شديد من سبب يعني هالمشاكل اللي عم نعانيها فعلا كان ما في تلوث لا لا التلوث الضوئي ما عاد عندنا كثير نسبة قليلة كثير على فكرة مصائب قوم عند قوم فوائده هذا عم يعطينا ليالي رصد أكثر عم أقول لك إيجابية يعني حتى بموضوع الانقطاع الكهرباء كان في إيجابية بالنسبة لعملكم اليوم 100% أحكي لكم سر نحن كنا نضطر ناخذ سر للكل تمام بس يعني ما حدا يسمعنا كنا نضطر ناخذ تلسكوبات ونطلع مسافات كبيرة نقطع مسافات كبيرة لحتى نلاقي منطقة بعيدة عن أي إضاءة مدينة نحط التلسكوبات ونصور صورة أو نرصد شيء جرم يوم ما في داعي أي منطقة بالمشرق نحن بقلب دمشق موجودين يعني مرصدنا الفلكي بقلب دمشق يعني لما نقول للعالم أن المرصد الفلكي السوري بقلب دمشق عم يصور هالصور بيتفاجئوا أنه هي الصور من قلب دمشق إيه من قلب دمشق ليك ومرصدنا ومو بس هيك بناخذ نحن صورة من المرصد وبننقلها مباشر يعني ما عندنا أي مشكلة للأسف الشديد بنقول لهم ها
شايفين هي دولكم شو عملت فينا، هذا الحصار اللي عم سرقة النفط اللي عم تصير، هذا عم نعيش فيه. صحيح احنا مبسوطين وعم نصور وكذا، لكن هذا الالم اللي انتم حولتوه طبعا. علينا حولناه لانجاز لانتصار بنواحي ثانيه. دائما في مثال الكاس المليانه والنص الفاضي، دائما نص فاضي ونص مليان، نطلع شوي على الجزء المليان نحاول. انا عم نحاول يعني فعلا، يعني عم نحاول من اي شيء، لانه في عندنا جيل قادم، هذا الجيل القادم بده يحمل الرايه. ما بدنا نحبط الجيل القادم من هلا، لا خليه يتعود الحب، يتعود الرصد، يتعود يعني خلوه هن هذا الجيل يكون هو اللي يبني البلد، يعمر صح. البلد، نزرع العلم عنده. يعني هذا نحن الفلك الصغير، هذا الملف كثير نحن عاطينه اهميه. خلينا نحكي عنه بالتفصيل. تمام. الفلك الصغير اللي نحن ما بلشنا فيه امبارح اكيد هذا مشروعنا، خلينا نحكي اليوم شو تطور فيه، لوين وصلنا. هذا مشروع قديم، لكن الان لقينا قديش هذا المشروع عم يعطي ايجابيات كثير، وعطى صدى على مستوى العالم، انه نحن الطفل نجيبه من الاساس، نعلمه، نسقفه، نخليه يحب هذا العلم، يصير محاضر، يصير راصد فلكي، مصور فلكي. اولا نحن منعنا عن هذا الطفل، حميناه، حطينا هاله حوله، حميناه من اي تلويث اخر، لانه اليوم نحن صرنا بعالم مفتوح. ما تتخيلوا كم الامور الملوثه لعقل الطفل، ما تتخيلوها. اليوتيوب، الافلام الكرتون اللي فيها بس لافكار لجراثيم بطريقه مو طبيعيه، خاصه اليوم قد ايه انتشرت بشكل كثير كبير ومدروس كمان للاسف. يعني شيء مخيف، يعني نحن عم نتابع حتى بعض الافلام كرتون على اليوتيوب فيها تمريقات مخيفه. تمام. عم يحاولوا يسيئوا بس رسائل تماما، يسيئوا لجيل كامل، لجيل كامل، وبيربطوا الافكار السيئه عندهم بالثقافه وبالحضاره. انت ضد هالافكار فانت ضد الحضاره والثقافه. لا، نحن بدنا نعلم الطفل انه الحضاره والثقافه مختلفه عن هذه الافكار، حضاره وثقافه بالعلم. تعال لعنا على العلم، شوف لما تعمل مقاله بنشجعه دائما، بنخليه يشتغل، ما بنهديه، يعمل مقاله، يعمل دراسه، يترجم خبر، يدور على كوكب، يصور كوكب، يرسم بايده، المهم ينشغل بشيء حلو، اضافه طبعا لدراسته ولمدرسته، ينشغل بشيء حلو، هذا الشيء الحلو بيكبر معه، شوي 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 بيوعى، بيعرف انه في شيء اسمه حرب ناعمه، حرب ثقافيه، انه انا لازم حافظ على حالي، حافظ على عقلي نظيف، كيف بحافظ على عقلي نظيف؟ بالانجاز العلمي، بالشهاده، بالدراسه، بالاختراع، بالابداع. هذا الشيء اللي عم نزرعه باطفالنا. الفلك الصغير هذا هو المشروع، نحن بدنا نطلع بجيل متعلم، مو بس بالفلك، باي مجال كان، جيل يعشق العلم، يعشق الدراسه، يستلذ، انا كثير هالكلمه بحبها، يستلذ بالعلم. ما بدنا اياه يكون متعب تماما، بدنا نحول العلم لتسلاية، لمتعه، بدل ما انا اشوف برنامج يوتيوب واستمتع فيه، لا انا بشارك بالعلم وبستمتع فيه. نفس هاللذه اعطيها هون. قد ايه حلوه هالفكره لما بتطبق على ارض الواقع. واليوم قد ايش عندنا اطفال هن فعلا عقول كثير حلوه، واكيد لما بنشتغل عليها بطريقه صح مثل ما قلت رح تكون النتائج كمان اجمل واجمل. قد ايه صادفت مثل هدول الاطفال اللي فعلا يمكن شويه رعايه اذا بدنا نقول اهتمام رح يطلع منهم اشياء عظيمه. والله بس فوتوا على صفحه الفلك الصغير بتلاحظوا كم الاطفال الكبير يلي عم يشاركوا، وفي اطفال بيشاركوا مره ومرتين وثلاثه واربعه. يعني فعلا بيني وبينكم لقينا تجاوب، لقينا تجاوب من الاهالي، لقينا تجاوب من الاطفال، لقينا فاولا الاهالي خايفين على اولادهم، الاهالي ما عاد صاروا بكوكب ثاني، معنا بهالكوكب نفسه وعم يشوفوا قديش عم ينساء لاطفالهم، فبالتالي هن حتى الاهالي حابين ينقلوا اطفالهم لمكان حلو كثير، فعم نلاحظ تجاوب. وحتى نحن صرنا نتعاون مع الاهالي، مثلا بقانون الاول قانون الثاني في مذاكرات وفحوص، بنوقف نشاطنا، ما بنلهي الطفل، ما بنشغله عن دراسته، بنوقفه وبنقول له اذا بتاخذ علامه عاليه بتجي لعنا بآدار ونيسان، ما بتاخذ علامه عاليه نحن بنعتذر منك. يعني هي تحفيز، يعني نوع من التحفيز. بنفس الوقت لما يجي الصيف بتلاقوا نشاطنا يومي بشكل كامل مكثف، بحيث انه ما عاد في مجال انه الطفل يلتهي بقصص ثانيه. هذول الاطفال المبدعين اللي بتلاحظوا انهم يمكن ما بيشبهوا اقرانهم، عندهم حالات خاصه، يمكن عندهم حاله شغف، عقولهم ممكن تختلف، ممكن تركزوا عليهم دونا عن باقي الاطفال. اكيد اكيد، مو بس بنركز عليهم، هدول بنخليهم هن القاده للمجموعه الاخرى، هن المحور للمجموعه الاخرى. يعني في عندنا بعض الاطفال فعلا ما شاء الله حولهم لذيذين، بتاكلوا يعني بيحكوا حكي حلو، دارسين الكواكب، بيشرحوا لنا عنهم. يعني شي مره مع الاخ رامي بجيب طفل معي، وشوفوا مثلا، يعني شوفوا المثال، يعني هي مع الاستاذ رامي وهي دعوه له بيدعيني، وجيب طفل بتشوفوا اسلوب حكيه ممتع جدا، هذا بيأثر على الأطفال الآخرين، بيشدهم، بيجذبهم، بيصير بقى مثل عدوى فبيتناقل. فنحن هدول بنرعاهم، نهتم فيهم أكثر وأكثر، بنرتفع معهم بالمستوى،
دائما احنا مع الطفل باول مستوى لاخر مستوى نرتفع معه خطوه خطوه، بحيث المعلومه المقدمه اول شيء بتناسب تفكيره تناسب جهوده، لما نشوفه هضمها ننتقل لمعلومه اتقل، هيك حتى نوصله لمكان فعلا صار شبه عالم، شيء يعني فعلا بيكون مميز جدا على مستوى العالم. تمام، مو بس سوريا. وحلوه اليوم العدوى الايجابيه، يعني هي طريق للنجاح بالنهايه. صحيح. خلينا نحن هيك نحكي اليوم عم نودع 2022 ومرق كثير من الظواهر الفلكيه، خلينا هيك نركز عليها بس بشكل سريع. تمام جدا، يمكن اهم ما نحن ساويناه بعام 2022 مثل ذكرت الكسوف اللي صار ب 25 تشرين الاول، كان في عندنا ايام مميزه برصد هلال رمضان وهلال شوال، بما انه نحن مقتربين هلا شهرين ثلاثة اشهر على رمضان، كمان هذا كان من الايام المميزه اللي كانت فرحه بعام 2022. يمكن كمان بآدار العام الماضي كان موضوع المناخ والاحتباس الحراري وتوقيع اتفاقية مع المديرية العامة للأرصاد الجوية اللي بوجه لهم تحية، يلي كمان آمنوا بقدراتنا وآمنوا بنشاطنا وآمنوا بإمكانياتنا وكان في تعاون كتير كبير معهم، كان فعلا إنجاز بعام 2022. موضوع شلون نحمي سوريا من الاحتباس المناخي، شلون نعالج هذا الاحتباس، الأفكار اللي طرحت، هي كلها كانت محطات بمسيرتنا بعام 2022. الفلك الصغير وما قدمه من إنجازات، الظواهر الفلكية مثل أهم شيء تابعنا الهطل الشهابي اللي حدث، الخسوف كانت نسبته قليله يعني ما كنا كثير مستمتعين فيه، الكسوف كان رائع جدا وللاسف الشديد لن يتكرر لعام 2027، الخسوف لن يتكرر لعام 2025، فكان عندنا ظواهر ب 2022 لن تتكرر الا بعد عده سنوات، وبالتالي نحن حافظنا على هالمحطات. اكتشاف الكواكب، يعني اليوم عندنا الفيحاء وشهباء، هذا كمان انجاز لن يتكرر الا بعد 4 سنين، ولذلك نحن كمان عم نحاول، لانه هي كل 4 سنين نقدر نكتشف كوكب، فنحن عم نحافظ كمان على هالانجازات، عم نحاول يكون في بصمه سوريه دائما، دائما سوريا تكون موجوده باي محفل دولي مهما كان، وباي طريقه كانت لازم تكون سوريا موجوده، ما بدنا نكون باي مكان سوريا مو موجوده. اكيد. بدنا نشكرك دكتور محمد العسيري على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبدنا نتمنى لكم التوفيق لكم وللفلكي الصغير. صباحك شكرا كثير لك، صباحكم يا رب. شكرا دكتور وصباحك حلو، اهلا وسهلا بحضرتك.